يعملوه جديد، حدوا من صلاحيات هذا البرلمان، وبالتالي أصبح يعني الجماعة مطوقين المسألة من جهات مختلفة. على مستوى رئيس الدولة عندهم صار في انتخابات وإله صلاحيات أوسع، البرلمان جعلوا صلاحياته أقل. مع ذلك الحزب اللي بيمثل الدولة واللي مألوش ظاهر على السطح قال 3 أشهر قال بيجيب 155 مقعد من أصل 380. وكما تسمعوا الآن في الأخبار انه كان التزوير على نطاق واسع، وهذا اشي مفروغ منه، مع انه البرلمان حدد من صلاحياته في الجزائر، الا انه كمان التزوير على نطاق واسع. هذه اللعبة، لعبة البرلمان في الجزائر او في غير الجزائر، هذه الحكومات العلمانية المتسلطة على رقاب الناس في اكثر من بلد عربي واسلامي بتحاول تستخدم الانتخابات كوسيلة لإطالة عمرها، أما هم يتلاعبون بالأمور وفق مزاجهم. حسين كمثال، لما شاف أنه الإسلاميين بيفوزوا في الانتخابات طلع ببدعة الصوت الواحد اللي اقترحتها عليه وقتها أمريكا اقترحت عليه فكرة الصوت الواحد، ومع ذلك بيحاول يلتف بطريقة أو بأخرى، وآخرها قانون الصحافة الجديد اللي بده يكمم افواه الناس بحيث ما تستطيع ان تكتب لا عن الملك ولا عن الوزراء ولا عن المخابرات ولا عن فساد الدولة وايش بتعمل ولا عن البيع الاراضي في الاردن لاسرائيل. بفصلوا القوانين زي ما بدهم. ولذلك في الجزائر على فكرة مش راح يختلف شيء، بل بالعكس راح تزيد الاعمال العسكرية عنف بعد الانتخابات. مش راح تحل هذه الانتخابات اشي اطلاقا، مش راح تحل، راح تكون سبب لزيادة الاعمال العسكرية. ومنها مثلا جبهة الانقاذ، من زمان ما اعلنتش عن عملية عسكرية جبهة الانقاذ، اليوم اعلنت عن عملية عسكرية انه نفذتها عشية الانتخابات وقتلت مجموعة من الجنود واستشهد منهم 3. واضح؟ فاذا هذه لعبة الانتخابات بفصلوها على قدهم بس. ثم التزوير، انتوا سمعتوا الان انه التزوير على قدم وساق كان في الجزائر، لذلك مش راح يكون لهذه الانتخابات قيمة. الان لاحظتوا امريكا، انا لفت انتباهي في تعقيب امريكا على انتخابات الجزائر شو قالت؟ قال حيت الشعب الجزائري على شجاعته خصوصا النساء. قال خصوصا النساء. طب ما هن النساء هن اللي انتخبن جبهة الانقاذ، ما هن في الجزائر طول عمرهم بنتخبن النسوان، ولما النساء ادلين باصوات انتخبن جبهة الانقاذ الاسلامية، وهلكت بتحييهن امريكا ليش؟ شوف بيحاولوا يدخلوا عن طريق المرأة، يعني بدهم يعمل، بتصوروا هم انه نسواننا راح يصيرن داعرات مثل كثير من الامريكيات؟ شو هي المرأة الامريكية ليش؟ شو هي المرأة؟ لا يكون المرأة الامريكية بتعرف اشي اسمه عفة، لا يكون المرأة الامريكية بتخونش جوزها، بدهم نسواننا يصبحن داعرات مثل الغربيات اللي انتم بتعرفوا انه العفة عند الغربيات ما ندر، نسائنا مش راح يكونن داعرات كالنساء الامريكيات. لما بتيجي امريكا تقول نحيي الجزائريات لانهن تحدين قالوا راح ننتخبن، ها؟ طب بالعكس الجزائريات والجزائريين اذا منتخبوا بحرية هم انتخبوا جبهة الانقاذ الاسلامية. واللي بيحصل الان في الجزائر هو مؤامرة تدور بين الحكومة وامريكا وفرنسا، على فكرة في صراع برضو بين فرنسا وامريكا في داخل الجزائر. على اي حال باختصار، ما اظن انه يتغير شيء في الجزائر الا زيادة الاعمال العسكرية بعد هذه الانتخابات. هذولا جماعة جواسيس مش ممكن ينزلوا عن السلطة الا بالقوة، سواء كان في الاردن سواء كان في الجزائر سواء كان في تونس سواء كان في مصر، جواسيس ما بتسقط عن السلطة بسهولة، وبتلونوا وبيحاولوا يخدعونا بشكليات، بيحاولوا يخدعونا بشكليات. شو ها
لانه في اسئلة كثير تكررت. هارون بالنسبة للي سأل سؤال قوله يا ابن ام، هارون كان اخو موسى من امه، هارون عليه السلام كان اخو موسى عليه السلام من امه. طيب قلنا الاسئلة اللي وما بصيرش فعلا نمررها بدون حديث عن حرب حزيران. قضية حرب حزيران قضية طويلة، ولكن خلينا ابتداء نمسك مصر، بعدين شوية الاردن، بعدين شوية سوريا بالنسبة لحرب حزيران. اولا لعلمكم انه العسكر في مصر في هيئة العمليات الحربية، هيئة العمليات الحربية في مصر سنة 1966 قدمت دراسة للحكومة المصرية بتقولها اياكم انكم تتورطوا بحرب من هون لسنين. هيئة العمليات الحربية في مصر سنة 1966 عملت دراسة على القوة الاسرائيلية والقوة المصرية وقدمت نصيحة للحكومة المصرية بتقول لهم اياكم انكم تخوضوا حرب لمدة سنين مع اسرائيل. طيب الغريب انه بعد اقل من سنة، بعد اقل من سنة بنجد الحكومة المصرية بتسحب، بتأمر قوات الرقابة الدولية في سيناء، ما هو كان في سيناء قوات دولية بتحجز بين اليهود والمصريين، امرت الحكومة المصرية هذه القوات بالانسحاب. هاي اول نقطة خطيرة. ليش؟ معناته مقبلين على حرب. العسكر مش مستوعبين احنا مقدمين للحكومة المصرية اياكم تتورطوا في حرب. رئيس مصر في وقتها شو كان يقول؟ اسرائيل لن تخوض حرب. العسكريين يقولوا ايش هذا؟ هذه مقامرة، تلعب نلعب قمار احنا؟ احنا منقول منخوض حرب، منقوم منسحب القوات الدولية من سيناء وبنقول انه مش ممكن اسرائيل تحارب. بعدين اتطورت المسألة فاغلقت مضائق تيران. لم عارفين شو يعني اغلقت مضائق تيران في شرم الشيخ؟ معناته الان ميناء العقبة او ايلات اللي بسموه ايلات اغلق على اسرائيل، وهذا طبعا دوليا بحق لاسرائيل ان تعلن حرب. ورئيس الحكومة المصرية شو بيقول او رئيس الجمهورية شو بيقول؟ لن. العسكر مش فاهمين. طب إلنا عشرات الألوف من الجيوش، من الجيش المصري المحترف، عشرات الألوف من الجيش المصري المحترف موجودين في اليمن، وحتى لو بدنا نخوض حرب بنسترجع جنودنا المحترفين من اليمن ومنجيبهم ومنهيئ للحرب. الجيش المصري المحترف في القتال موجود في اليمن وبنتورط في مثل هيك خطوات، ويأتي رئيس الجمهورية ويقول لن تخوض إسرائيل حرب؟ إيه؟ وبتغلق مضائق تيران؟ إغلاق مضائق تيران يعني أصبح إيلات ما له قيمة. العسكر كما قلت استغربوا هذا الكلام واعتبروا هذه مقامرة وإشي مش مفهوم، لأنه نصائح العسكر لا لا. طيب لاحظوا الآن، وقالوا لهم بعدين قالوا لهم حتى لو بدكم تخوضوا حرب ما تغلقوش مضائق تيران، لانه بعد ما تكون الجبهة 250 كيلو بتصفي 500 كيلو بده ينتشر الجيش. وفعلا نقل الجيش المحترف، الجيش المصري المحترف نقل الى منطقة شرم الشيخ، واما الخط الدفاع الاول فوضعوا فيه احتياط، جيش مصري احتياط لا يعرف المنطقة ومش محترف، لذلك من اول ضربة روح. شو هذا؟ شو هذا؟ تنقل، بتنقل الجيش المحترف من من من
من الخطوط الأمامية بتجيب محله احتياط وبتغلق مضائق طيران وبتودي المحترفين على مضائق طيران والجيش المحترف موجود في اليمن كمان، وبدك تقاتل بالاحتياط تقاتل إسرائيل ومقدمين لك العسكر من أول بيقولوا لك إياك تخوض حرب. الطيارين شو قالوا؟ الطيارين قالوا للحكومة شوفي إذا كان بدكم تضربوا، إذا كان بده يكون في حرب خلينا إحنا نضرب أول ما نستنى الضربة. برضو قال لهم رئيس الجمهورية إسرائيل لن تحارب. ولعلمكم لما ضربت إسرائيل في صباح 5/6 304 طائرات دمروا وهن قاعدات في المطارات، 304 طائرات تدمرن على الأرض، 85% من سلاح الجو تدمر هو قاعد، مع أن الطيارين المصريين كانين قايلين كنصيحة إذا كان لابد خلينا إحنا نسبق بالضرب. أما المخابرات المصرية اللي كانت تطارد وراء الإسلاميين، على فكرة في 66 أعدموا إسلاميين، وفي 66 في ليلة واحدة 17,000 إسلامي اعتقلوا في ليلة واحدة، 17,000 في ليلة واحدة، في الوقت اللي المخابرات المصرية مشغولة في مطاردة الإسلاميين في مصر. لما أعطت الحكومة المصرية عن موازين القوى قالوا له أعطوهم تقارير كاذبة عن موازين القوى بين إسرائيل ومصر، ولما أجبتهم يعطوهم تقارير عن الطائرات الإسرائيلية شو قالوا لهم؟ قالوا لهم مدى الطائرات المصرية لا تصل إلى الضفة الغربية من القنال، يعني لما بدها تيجي من النقب لحد ما عندهاش قدرة الطائرات الإسرائيلية تضرب في الضفة الغربية من القنال. وطبعا كل هذا كلام طلع كذب، المخابرات شوفوا العسكريين كانوا صادقين، الطيارين صادقين، المخابرات المصرية أعطت غير شكل. وبالتالي الآن هذه مسألة طويلة عريضة نخوض في 67 وشو قصتها. أما حسين